الهدف العام تبعنا هو تأهيل المراكز الاجتماعية الحالية لاستقبال أطفال الشوارع وبناء قدراتهم الشخصية والإدراكية الاثنين لدمجهم في المجتمع كمواطنين مسؤولين وفاعلين. لحظة، تأهيل مراكز التأهيل الموجودة أصلاً، مش هيك هيك قلتوا؟ بهدف وصول لأشخاص مثل ما حكيتوا، يعني الهدف العام هو تأهيل مراكز التأهيل؟ الهدف الخاص هو التعديل القانوني اللي بيتعلق بموضوع اطفال الشوارع. من اجل استخدام المراكز الحاليه للعنايه بالاطفال. لإيواء أطفال الشوارع وذلك من شأنه دمجهم في المجتمع.